البداية برحب بيكم في مدينة السلام، مدينة شرم الشيخ. ثانيا أنا بأبعت برسالة طمأنة وطمأنينة لكل من يرغب في قضاء وقت ممتع، سواء لجميع السائحين الأجانب أو العرب أو المصريين. بقول لهم مدينة شرم الشيخ، مدينة دهب، مدينة طابة، مدينة كاترين، مدينة نويبع، بفضل الله ان جميع مدن جنوب سيناء امنه تماما، وبيتخذ فيها من الاجراءات الامنيه والتدابير الامنيه ما يكفل لها التامين الكافي لاي شخص يصل مدينه شرم الشيخ او اي مدينه من مدن جنوب سيناء. الحاجه الثانيه بفضل الله برضو ان احنا الحركه السياحيه بدات فعلا في التدفق مرة أخرى. طبعا مش هتيجي زي من قبل الثورة، لا، لكن احنا بنقول ان من 3-4 شهور كان ان نسبة الاشغال عندنا هنا في شرم الشيخ من 20-23%، اصبحنا دلوقتي بنتكلم في 50% واكتر من 50%. اللي بقول ان الرسالة الاعلامية الغربية مغلوطة. ليه؟ ان انا لما اجي اقول ان الـ 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 الارهاب في سيناء وان الجماعات التكفيريه والجهاديه، لابد ان احنا نفرق ما بين محافظتين، محافظه شمال سيناء ومحافظه جنوب سيناء. كل الكلام المكافحه الارهاب اللي بتتولاه القوات المسلحه مع رجال الشرطه ده في محافظه شمال سيناء، وشمال سيناء بتختلف عن جنوب سيناء وعن وسط سيناء. فجنوب سيناء مدينه امنه تماما، مدينه مضيافه، مدينة السلام بمعنى السلام. فكل من يدخل هذه المدينة حيلاقي نفسه في أمان وسلام إن شاء الله.